يتفضل الآن الأستاذ المحامي محمد الدلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وأقسط إن الله يحب المقسطين، والصلاة والسلام على رسوله القائل إن المقسطين وصلى الله على محمد القائل إن المقسطين عند الله أهل العدل، أهل التوازن، أهل الحكم العادل. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسالة اليوم التي نوجهها من هذا المكان الذي وقفنا كشعب وقفات مشهودة ضد الفساد وضد سوء الإدارة، وقررت فيه الأمة مواقف تاريخية، نقف اليوم من جديد لنرسل رسالة الأمة إلى المحكمة الدستورية، رسالة إلى السلطة القضائية، وهو حق لنا. السلطة القضائية ليست فوق الأمة، السيادة للأمة، وكل السلطات خاضعة للأمة. والمادة 45 من الدستور تعطي كل فرد حق مخاطبة السلطات، كل فرد يستطيع أن يخاطب السلطات، وبالتالي نستطيع أن نخاطب القضاء بكل موضوعية وبكل شفافية ووضوح فيما يتعلق بمصير الأمة وما يتناولونه في 16/6 كحكم يتعلق بمصير الأمة. ولذلك نحن نشفق على أعضاء المحكمة الدستورية، نشفق عليهم، لأن المسؤولية اللي عليهم مسؤولية كبيرة. إما أن تتجه الأمة في طريق الالتزام بالدستور وأعطاء كل ذي حق حقه، والالتزام بسيادة الأمة، وإعطاء لمجلس الأمة وممثليه الصلاحيات الواجبة، وإما أن يكون هناك ردة فعلية نحن نعيشها وقد يؤصلها حكم المحكمة الدستورية. لذلك قرارهم قرار مصيري وخطير. أنا ذكرت في التويتر أن هناك سيناريوهات لحكم المحكمة الدستورية، وتوقعاتي أن لن تخرج هذه السيناريوهات عن 3 صور أو خيارات أمام المحكمة. الخيار الأول والأوجب والذي يطابق الدستور والقانون، وذكره الأخوة الزملاء قبلي وسيؤكده بعدي زملائي الأفاضل، إبطال مرسوم الصوت الواحد، وقضية لا جدال فيها من الناحية الدستورية والقانونية. وأقول في هذه الجزئية تحديدا أنه لا مجال للأخوة الكرام أعضاء المحكمة الدستورية الالتفاف، وأنا أكد عليها وقلتها في ديوان أبو عبد العزيز العم أحمد السعدون، لا مجال من أن المحكمة تتطرق للقضية مباشرة. أرجو من أعضاء المحكمة الدستورية أن لا يترك هذا الموضوع ويذهب إلى موضوع آخر، أن يبحثوا في مسألة الدفوع القانونية المقدمة من المحامين والمثارة فيما يتعلق بصلاحية السلطة التنفيذية في صناعة مراسيم الضرورة، وبالأخص في قانون الانتخابات. أرجو عدم القفز على هذه القضية، لأنها قضية مصيرية وما في مجال لتجاوزها أو تفويتها. ما هو السيناريو الثاني؟ السيناريو الثاني هو سيناريو عكس السيناريو الأول، هو إبقاء وتحصين
وتأكيد صحة صلاحية السلطة التنفيذية في صناعة مرسوم الضرورة فيما يتعلق في الانتخابات. وهنا طبعا أنا قلت يمكن المرسوم الأول عفوا اللي هو تحصين المرسوم. السيناريو الثاني اللي هو سيناريو إلقاء المرسوم. فعندنا تحصين المرسوم وعندنا إلقاء المرسوم على اعتبار أنه مخالف للدستور ولا تتحقق قضية الضرورة. السيناريو الثالث وهو سيناريو خطير، وهناك من يحاول أن يروج لهذا السيناريو، وهو الالتفاف عن موضوع الصوت الواحد والذهاب إلى قضية الخطأ الإجرائي، وهي مطروحة في بعض الطعون الانتخابية، كما أبطل مجلس فبراير 2012 بسبب خطأ إجرائي. قد تلجأ المحكمة، نقول قد تلجأ المحكمة، وهناك من يحاول يسوق لهذا السيناريو حتى يبطل فقط مجلس 1/12/2012 المجلس الحالي، ولكن يبقى مرسوم الصوت الواحد. هو تجاوز على بحث موضوع مرسوم الصوت الواحد، هو إبقاء المشكلة قائمة، هو عدم التطرق لصلاحيات السلطة التنفيذية في إن هي ليس من حقها أن تصدر مراسيم ضرورة في قضية الانتخابات. هذه السيناريوهات الثلاثة سيناريوهات خطيرة ومهمة وأساسية، ولها ارتدادات ولها إسقاطات ولها نتائج على مسير البلد وحياته السياسية. خطأ الإجرائي ما سوينا شيء يا جماعة، خطأ الإجرائي وقفنا مثل هذا المجلس بسلبياته وسوءه ونتائج المخيبة للشعب الكويتي، لكن فعلياً أبقينا الصوت الواحد بسلبيات العديدة في تفكيك المجتمع وبهيمنة السلطة التنفيذية. شخص مثل الدكتور عثمان عبد الملك الفقيه الدستوري رحمة الله عليه يقول إنه بالوضع الطبيعي الدستوري العادي الحكومة بما لديها من صلاحيات مهيمنة على المجلس، هذا الوضع الطبيعي، فكيف بالحالة التي نحن فيها بأن تقوم السلطة التنفيذية بتشكيل مجلس الأمة؟ هذه طامة كبرى، واستمرار ذلك معناتها لن يستطيع الشعب بالصوت الواحد أن يغير، بل أنه الآن هذه الرسالة في الخطأ الإجرائي أو بتحصين الصوت الواحد معناتها رسالة إلى السلطة التنفيذية، تفضلي عدلي قانون الانتخابات متى شئتي ومتى أردتي بالطريقة التي ترينها مناسبة. يا جماعة نقول لأعضاء المحكمة الدستورية حتى لا نكرر بعض الكلام، إن من إسقاطاتها اللي هو التحصين أو الخطأ الإجرائي أن ليس للأمة دور في المستقبل في قضايا دستورية رئيسية، وأنا أقدمها أمام المحكمة الدستورية حتى تكون أمامها. المادة 4 من الدستور ماذا تتكلم عنها؟ وإحنا دائما نؤكد عليها ونلتزم فيها ونحرص عليها، تتكلم عن الحكم وفي ذرية المغفور له مبارك الصباح، وهذه المادة تحديدا مرتبطة بقانون توارث الإمارة. أنتم تعلمون يا جماعة أن من شروط تولي مسند الإمارة أن يزكي أمير البلاد ولي العهد، وأن من شروط ذلك أن يقدم الاسم إلى مجلس الأمة لإقراره واعتماده ومبايعته. هل يحق وفقا لموضوع نتائج مرسوم الصوت الواحد أن تأتي السلطة التنفيذية وتغير تركيبة المجلس حتى تفقد الأمة أحقيتها في اختيار ولي العهد أو إبداء ملاحظات على ولي العهد؟ هل يا محكمة دستورية مقبول لديكم أن تنزع صلاحية من صلاحيات الأمة في اختيار ولي العهد بهذه الطريقة عندما تأتي سلطة منفردة وتحدد تركيبة مجلس الأمة وبالتالي توجه الأمة
إلى من يتم اختياره، فهي ليست الأمة التي بايعت وليست الأمة التي اختارت وشاركت أمير البلاد في هذه المسؤولية الخطيرة، اختيار أمير المستقبل، وإنما الذي اختار فقط، وأنا أقول فقط، السلطة التنفيذية. هاي تداعياتها خطيرة جدا على الحياة السياسية الكويتية، وبالتالي لا يمكن القبول بمثل هذه النتيجة وهذه التداعيات، لأن هذا إخلال بين بحق الأمة. تعلمون أن السلطة التنفيذية باستخدامها مراسيم الضرورة عبثت بكثير من القوانين، وإقرار السلطة التنفيذية عن طريق المحكمة الدستورية بصلاحيتها أن تطلع مراسيم الضرورة في الصوت الواحد أو خلافه هو إعطاء حق التشريع اللي هو استثنائي. الأصل أن استثناء السلطة التنفيذية حكومة مو من حقها أن تشرع، والاستثناء محدود جدا في حالات الضرورة لا تحتمل التأخير، تدابير لا تحتمل التأخير. أما إذا إحنا جينا وقلنا في الصوت الواحد لا مانع مقبول، خطأ إجرائي لكن الصوت الواحد اعتمد والمراسيم الضرورة اعتمدت في هذا المجلس، يعني ذلك أن الحكومة لديها التنفيذ والتشريع، هذا غير مقبول تماما. معناته أنتم كصلاحية في اختيار الناس حتى يشرعوا لكم ويراقبوا لكم سلبت بالكامل. يا أخوان ويا أخوات، قانون مكافحة الفساد أقر في مرسوم ضرورة في 25/11/2012، هذا المرسوم اللي أقر واعتمد لاحقا وهو مرسوم سيء في مكافحة الفساد، ويضع هذا المرسوم وهذا القانون هيئة مكافحة الفساد، تضع الهيئة في جيب الحكومة، هي تحدد، وزير العدل الحالي هو يعدد مجلس الأمناء، هو يضع اللائحة التنفيذية، وبالتالي يتحكم في من يراقب ذمته المالية وذمة رئيس الوزراء وذمة كل المسؤولين في الدولة. أنتم مدركين يا جماعة أن هيئة مكافحة الفساد إلى يومنا من 25/11 وبعد تصديق هذا المجلس عليها إلى يومنا لم يشكل أي شيء يتعلق فيها؟ هل مقبول أن هيئة مكافحة الفساد التي تواجه نمو الفساد وتراجع الكويت في مؤشرات مدركات الفساد في النهاية بمرسوم ضرورة مثل الصوت الواحد يترك بيد السلطة التنفيذية تعبث فيه كيف تشاء؟ لذلك الذي نقوله أن تحصين الصوت الواحد أو الذهاب إلى فكرة الخطأ الإجرائي هو بأمانة خطأ كبير في حق سيادة الأمة، ولذلك نحن نقدر ونحترم أعضاء المحكمة ونقدر ونحترم أحكام القضاء، ما في شك في ذلك، وكلنا هنا حريص على السلطة القضائية واستقلاليتها ونزاهتها، وهي قضية غير قابلة للجدل والمساومة، ولكن نريد من إخواننا الكرام في المحكمة الدستورية أن ينتصروا لإرادة الأمة. نقول ذلك ونكرر عليهم كلام رحمة الله عليه عثمان عبد الملك، حيث يقول أن ما منح للسلطة التنفيذية سلطات استثنائية خطيرة، ويفتح بابا خطيرا أمام هذه السلطة للعدوان على حقوق الأفراد وحرياتهم. عثمان عبد الملك رحمة الله عليه يتكلم عن مراسيم الضرورة تحديدا، وهذا الكلام مكتوب في الثمانينات على الأقل لما نشر كتاب النظام والمؤسسات الدستورية. يقول أن هذه سلطات استثنائية خطيرة ويفتح بابا خطيرا أمام هذه السلطة، قصد السلطة التنفيذية، للعدوان على حقوق الأفراد وحرياتهم، وهي في مأمن من رقابة القضاء، لأن القضاء ما يبي يتناول موضوع مراسيم الضرورة أو يلتفت عنها أو يروح إلى الخطأ الإجرائي. هذا كلام عثمان
يتنبأ بذلك حسب قراءتي لنصوصه، وهي في مأمن من رقابة القضاء ما دامت تخفي عدوان هذا وراء ستار من اختصاصاتها المشروعة. نعم، لا مشروعية للسلطة التنفيذية في إقرار مرسوم الصوت الواحد ولا مراسيم الضرورة التي تساهلت في إصدارها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أعضاء المحكمة على اتخاذ القرار الذي ينتصر للأمة وسيادتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج للمعتقلين من شبابنا ومن شخصياتنا ورموزنا. ونشكر لكم، جزاكم الله خير حسكم وحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.